وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جوزيف حلو، مدير العناية الطبية بوزارة الصحة اللبنانية. دكتور، يعني هل لك أن تنقل لنا الصورة لديك من داخل المستشفيات اللبنانية عن عدد الإصابات وعن يعني مستوى الإصابات ويعني ما حدث للناس من إصابات جراء الانفجارات في الأيام الماضية؟ يسعد نهاركم ولكم ولكل المشاهدين التلفزيون المصري. أول شيء أنا اسمحي لي أتشكركم على الاستضافة وأشكر بالنيابة عن الشعب اللبناني الشعب المصري اللي عطول كشعب ودولي بضل جاهز ليساعد الدولة اللبنانية بأزماتها. أنا بدي أشكر بالأول الطواقم الطبية القطاع الصحي في لبنان من أطباء وممرضين وممرضات وعاملين في هذا القطاع على جهودهم في الأيام الأخيرة بهذه الجمعة، لأن بيّنوا جهود جبارة وأنهم قد الحملة وقد الحمل بيقدروا يعملوا كل شيء بيتعلق بالصحة. بيّنت جهود القطاع الصحي في كورونا وانفجار بيروت والآن في هذه الجمعة الاعتداءات الإسرائيلية اللي فينا نسميها جرائم حرب، لأنه مدنيين عم يسقطوا بأعداد كبيرة. بعدنا لهلأ ببيروت بالضاحية الجنوبية عم ننتشل أشلاء للأجسام وكل شوي عم بزيد أعداد الشهداء. القطاع الصحي في لبنان كنا نحن عملنا خط الطوارئ من 8 تشرين سنة 23، جهزنا حالنا أنه للحرب، دربنا المستشفيات والعاملين حوالي 118 مستشفى وعاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وممرضات. وبينت نتيجة خط الطوارئ اللي رسمناها بوزارة الصحة وعلى رأسها معالي وزير الصحة دكتور فراس أبيض. نحن بالجمعة الماضية بهالجمعة ثلاثة أيام كنا بالوزارة ليلا نهارا خلية نحل، كنا بالتعاون مع الجهات الصحية في لبنان من صليب أحمر وهيئة صحية ودفاع مدني ونقابتي الأطباء في بيروت والشمال على اتصال دائم. كنا عم نوزع المرضى الجرحى من جنوب لبنان الخطوط الأمامية إلى الجنوب في صيدا ومن ثم إلى بيروت والشمال وجبل لبنان إذا احتاج الأمر أن ننقل بعض الجرحى. لكن المشكلة الأساسية اللي كانت عندنا نهار الثلاثاء الماضي انه الاصابات كلها كانت بالعيون والوجه، والمستشفيات في لبنان ليس كل المستشفيات في داخلها اقسام للعيون، والمستشفى الموجود فيها قسم عيون يوجد 3 أو 4 أو 5 ميكروسكوب ممكن الطبيب يشتغل على الميكروسكوب. مشان هيك صار عندنا شوي تاخير لنهار الجمعه والسبت لخلصوا عمليات العيون والعمليات الكبيره. كان عندنا لغاية الآن نحن القطاع الصحي في لبنان الأطباء عملوا بحدود 2300 عملية جراحية. في بعض العمليات للجرحى كان عدة أطباء كانوا عم يشتغلوا على نفس المريض على نفس الجريح، من عيون، من جراحة العظم، من جراحة الوجه والحروق وجراحة المفاصل، وفي كمان كان في جراحة الشرايين، يعني عدة اختصاصات طبية اشتغلوا بنفس الجريح. طب هذا الشكر الكبير. نعم دكتور جوزيف، هل هناك مساعدات دولية طبية من مؤسسات دولية مثل الصليب الأحمر وغيره من المؤسسات المعنية؟ نعم، في اجانا مساعدات مثل العادة من الدول العربية الشقيقة والأشقاء للبنان، من العراق، من الأردن، من الجمهورية الإيرانية، من العراق كمان امبارح وصلت طيارة تانية، وكمان وزراء الصحة العرب من الوزير المصري والوزير الإماراتي حكيوا مع وزير الصحة اللبناني ومستعدين لتقديم المساعدات من مستلزمات طبية وطواقم طبية إذا لزم الأمر. هذا مشكورين، نحن تعودنا عليهم. كمان نحن الشكر الأساسي للمواطنين اللبنانيين، لأنه عملنا نداء نهار ثلاثة كنا بحاجة للدم، التبرعات فاقت التصور،
صار عندنا مخزون للدم بكفي يمكن ل 10 او 15 يوم لقدام. صرنا اخر شيء نناشد المواطنين انه كفى، نحن لسنا بحاجه للمزيد من التبرع بالدم. يعني بين التضامن الشعب اللبناني كله ايد وحده وقت المصايب والمشاكل، يكون الشعب اللبناني ايد وحده. اتمنى ان يكون الشعب اللبناني في الرخاء وفي الحياه الطبيعيه ايد وحده لنقدر نقوم بهالبلد العزيز. يعني دكتور جوزيف، مرت عليكم مصائب كثيره قبل ذلك، وكان يعني الشعب اللبناني خير مثال للتصميم على الحياه ومواصله يعني الحياه رغم كل ما تعرضتم له خلال عقود ماضيه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اخيرا، مع وجود هذا الرد المتعسف والمتعنت من قبل اسرائيل والذي يبدو انه يتجه نحو التصعيد، هل انتم مستعدون للمرحله المقبله إذا ما حدث ما لا يحمد عقباه من تطور وتصعيد للموقف في الضاحية الجنوبية؟ نحن شعب، نحن بلد، مثل ما قالوا كل المسؤولين، نحن لا نبغى الحرب ولا نتمنى الحرب، لكن إذا فرضت علينا الحرب المستشفيات في لبنان جاهزة والمستلزمات الطبية موجودة لثلاث أو أربعة أشهر للقدام، نقصد بعد شوي المخزون بسبب الاستعمال بهذه الجمعة، لكن المساعدات اللي اجت كمان وزعناها على المستشفيات ومستودعات وزارة الصحة، لذلك المستشفيات ايه نعم جاهزة، بس نحن يعني ما بتعرف كيف عم تتعاملي مع العدو، شو ممكن يعمل العدو. مشان هيك نحن بالانتظار ونتمنى ان لا تصير الحرب، لانه المجازر كبيره والمدنيين كثار اللي عم يسقطوا، وعندنا كل خمس دقائق كل 10 دقائق عم بيطلع شهيد زياده من تحت الانقاض، بعدهم لهلا عم بيشتغلوا. انا من ربع ساعه كان بعد انتشروا كمان جثه شهيد زياده، يعني في كثير اعداد يمكن بعدها مفقودين تحت الانقاض. نتمنى ان لا تصير الحرب ولا تهزوا ويقع السلام، نتمنى، لكن مستشفياتنا جاهزين من قطاع صحي ومستلزمات وأدوية، نحن جاهزين وعندنا القدرة على الصمود في القطاع الصحي. كل الدعم لكم، ويعني ولكم دعوتنا من القلب. أشكرك جزيل الشكر الدكتور جوزيف حلو، مدير العناية الطبية بوزارة الصحة اللبنانية.